وحول آخر المستجدات ينضم لنا من أربيل الصحفي شروان ملا إبراهيم. شروان مساء الخير، هل النتائج المعلنة إلى حد الآن هي نتائج نهائية وأيضا ما ردود الأفعال؟ طبعا بخصوص النتائج هي بالتأكيد نهائية، كون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء هي التي أعلنت عن تلك النتائج. عادة بعد الإعلان عن النتائج بيوم أو يومان هناك يعني بعض الأمور الطفيفة التي من الممكن إضافة نسبة 1% أو أقل إليها، ولكن ليست نسبة مؤثرة. على العموم يعني الاستفتاء حصل على نسبة 92% لصالح للاستقلال. أما بخصوص يعني ردود الأفعال التي حصلت بعد يعني طلب الحكومة العراقية ب بعض شركات لشركات الطيران بإغلاق المجال الجوي أمامها، استجابت كل من شركات مصر للطيران والخطوط الجوية اللبنانية، شركة ميدل إيست وشركة بيكاسوس التركية. هذه الشركات الثلاثة أعلنت بأنها منذ يوم الجمعة ستبدأ بإنهاء رحلاتها من وإلى أربيل في أول رد فعل على هذا الموضوع. على العموم ربما هذه الشركات لا نعلم ما إذا كانت تستجيب لمطالب سياسية أم هناك خشية اقتصادية لتدهور الأوضاع في هذا الصدد. في المجمل ليست هناك ردود أفعال كردية على التصاريح التي صدرت من العبادي البارحة بخصوص إغلاق المجال الجوي. طيب. وتهديده أنا قصدت حتى ردود أفعال الشارع، يعني الأكراد عن هذه النتيجة، يعني بعد أن ظهرت النتائج كيف كانت ردود الأفعال في الشارع؟ يعني بالنسبة لردود الأفعال يعني النتيجة كانت شبه حتمية، يعني عادة في فترة الليل أو نهاية المساء يخرج المواطنون في سيارات وأرتال في بعض الشوارع العامة ويقومون بإطلاق الألعاب النارية. طيب. وربما نعم شروان أو الدبك، يعني هذه المظاهر موجودة منذ شهر يعني وليست شكرا لك وليست وليدة اليوم. أشكرك جزيلا شروان ملا إبراهيم الصحفي، كنت معنا من أربيل، شكرا لك على هذه المداخلة.